اليوم بدنا نحكي عن نكهة خاصة في الكوميديا السورية. ايه؟ مين؟ رح اقول اسمه رأسا مشان تنبسطوا وتفرحوا لهذا الفنان الجميل جوليوس جبارة القادم من الساحل، الظل الرائع، الدم الخفيف، العطاء اللي بلا حدود. شارك في جميع الأدوار في جميع النماذج، حقق نجاح أنا بعتقد ما حققه كثير من الفنانين من أول ما برز جورج إلى الآن. يلي بدي أقوله جورج، أنا عم أقول جورج، معلش سامحوني، هو جوليوس جبارة، بس لأنه نحن متعودين ناديله جورج بالأسماء الشغل، فشاركني بعمل جزئين، والعمل هلأ عم ينعرض على قناة لارج اللي هي سابقا لنا، الجزء الأول والجزء الثاني، هلأ عم نعرض الجزء الثاني، والأمور إن شاء الله بخير، إن شاء الله بيعجبكم العمل تكتبوا لي عليه، وعلى قناتي بسيناه وخلصنا والحمد لله موجود على القناة، اهتمامكم تكتبوا زر بيطلع العمل. حبيبات قلبي، جوليوس أنا اخترته لهذا الدور لشخصيته المميزة والكاركتر الفيزيك الخاص تبعه. الحمد لله فهم علي من أول ما عطيته الدور، شاركني ببناء الشخصية، شاركته فيها، الممثلين تعاونوا مع بعضنا، كان قدامه رافي وهبي، كان قدامه فاضل وفائي، كان قدامه حسان تحسين بيت، وقدامه سمسم ميخائيل اللي حكيت عنه الأسبوع الماضي. لذلك أنا بعتبر هذا الفنان المميز المتنوع بأدائه، المتنوع بحضوره، متنوع بأداء أي شخصية بتعطيها، أي شخصية. يعني أنا كتير بحب أندريس كاف، وكتير صرت حب جوليوس. ما رح أحكي أكثر من هيك، رح خلي مساحة لحسن يحط لكم لقطات جميلة، وشكرا أستاذ لمشاركتك معي، وشكرا لأني أنا عم عيد ذكرياتك الجميلة معي، وشكرا لتواضعك، أنت فنان كبير، أنا كنت سعيد معك، نلتقي، ربي معك. تفضل. هاي الظرف. يا عيني عليك يا منير، يا عيني عليك. يلا فتح عين وغمض عين وراح تشوف حالك فوق الرياح. ايه بس فهمني، وين بدك تودي الظرف؟ لك وين بدي ودي؟ يعني لعند جماعتي مجلس اداره الشركه. يلا سلام. الله معك. قلت لي اجتماع كثير مهم يا استاذ نعيم. بس بيني وبينك مزوي، معك حق تقول لي اجتماع كثير مهم. استاذ سعدو، شو عم تعمل عندك؟ عفوا الباب استاذ كثير بده تشحيم الظاهر. ماشي بدها استاذ سعدو، تفضل على مكتبك اذا بتريد. على عيني. بس استاذ الكريم، يعني بالنسبه للطلبات وال المصنف ككل. استاذ سعدو تفضل على مكتبك اذا بتريد. ايه على عيني. والمصنف سيدنا اتركهم هون. طيب ماشي تفضل. على كل كثير فرصه سعيده. سعدو الجريان كبير مهندسي الشركه. ايه ماشي بس تريدوا شيء استاذي غير سلامتك؟ تفضل. بالاذن بالاذن، غرفتي ناحيه اليسار. عن اذنك استاذ. الو، مرحبا يا ست الكل، شلونك ستنا؟ اي نعم انا سعدو. ايه سعدو الجريان مو غيره. ستنا انت بتعرفي انا رجال ما بقدر الا بدي ريح ضميري. يا ستي جوزك الاستاذ نعيم في عنده ضيوف بالمكتب بس غير شكل. اي نعم من اللي بالي بالك. شايفه هلا وقت بزمتك ستنا، واحد عنده هيك وحده مثلك بيطلع لهيك ناس؟ هي اخرتك يا منير تروح مشي على الدائره. اهلين سعدو. اطلع اطلع، هي اخرته للي بده يمشي ورا طريف ابو الحاف. بخاف اخرق على دوامك. لك سيدي بلا تاخرني بلا شيء، لا تكوني مفكر مديري مثل مديرك اذا تاخرت بيخصم لي. لا حبيبي.